إذن مشاهدينا كنا نتابع هذه الكلمات وهذه الشعارات الداعمة لأهالينا في المقاومة الفلسطينية وفي قطاع غزة، وبمواكبة كل التطورات على كافة الجبهات الفلسطينية. هذا الالتحام الذي كنا نتحدث عنه، أكثر من 35 شهيدا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في داخل الضفة الغربية. الآن نتابع هذه الاشتباكات المواجهة والمباشرة من قبل شبان من داخل الضفة الغربية، تحديدا هذه المواجهات تحدث في شمال رام الله من الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. لابد من الإشارة بأنه المحتل في طيلة الأيام الماضية كان يحاول اقتحام العديد من المناطق داخل الضفة الغربية، اشتباكات مباشرة، تضييق، تعزيزات عسكرية كبيرة بآليات عسكرية بمللات كانت تدخل إلى قلب الشوارع، المزيد من الحواجز لتقطيع الأواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني.